قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. رش الغول الله يصل عليك رسول الله. ما عندنا ما نديرو سيدي، عندنا باغي يحتفل مع صحابو، خليه ما حدو لقى على من يدير هبالو. شكون بحالو؟ واش عيب الله عمرك شتي شي قمطي صباح على الشطيح والرديح مع الصباح؟ وزيدون اش مولا زعما ياك هذا لا قرايه لا خدمه؟ شتي هذا راه واحد الصقاع منه ما كاينش، شتي ها هو برك تيضيع في شبابو. كيتنا حنا ما كانش الصقاع قدنا حنا اللي ما جبناها وجبناها بذراعنا ما ناكلوها. اما سيدي عدنان من غدا يديروا ليه الشركه ديال التصدير والسواق، وها هو صبح مدير ودار الطوموبيل الفيلا ودير الفلوس ويجيب حتى شي بنت الناس اللي كتفرتت بالفلوس. عرفتي با ديري المهم من هادشي كامل عمري هادوك الكيسان انا راه غادي نمشي نسر بيهم. نسربي معاك انا؟ شوف انا لا بالعربيه تعرف ما بغيتكش تضيع الدوري ليا ديال هادوك ما كما فيهم لا حشمه ولا حياه. يلا سيدي زيد سيرتفع. السلام الرئيس. الله يسلمك. تبارك الله خير ربي هذا. ايوا كل نهار ورزقو، وملي كتكون زاهرة كلشي كيتلفع ماشي غير البحارة. وهي اللي طلعنا حنا الاولين للسوق وبعنا وشرينا باش نوصل العشية نكونوا حيدنا الحساب القديم ونبداو الحساب الجديد. واخا استاذ كون هاني غير صيفط ليا مع المسدوك البنات ديال الثلج والمازوط وانا غندور مع خوتي يزربوا على الشجره. يلا يلا الدراري يلا اللي بغا دوبل سالير يقول لي بلا تير ولا نطير. يلا 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 مهدي. اهلا صباح بخير. ماشي بخير صباح ماشي بخير لاباس صباح قلتي ما جايش ضحكت معاك شو بخير؟ صافي صافي شو مزيان؟ شو بخير؟ هذا واش دايرين؟ ها؟ جاي شي واحد؟ جاي شنو شنو داير البلان داير؟ قول لي ما تريد شكرا. عمي صافي لاباس عمي. عجبك هادشي دابا؟ وشنو الوالد؟ داير شي حاجة مخالفة القانون؟ قاسي تنشربو شنو؟ ياك حسن ياس عليك تشبد ليا الصح. سير الوالد عندك شي شغل سيري قابلي. حداد الولد عندك ما بغاش يدير عقلو هو راه تيزيدنا غير في المشاكل. حتى شي نهار يتورط شي طريطه كبيره ويورطنا معاه. مينو راه باقي صغير وما عنده عقل وما خفاك سن المراهقه كيطوال عند الولاد اكثر من البنات. امتى غيدير هاد العقل لالا؟ ولا تيخرج لنا ديالنا عادي تنا هو. وزيدون شو المراهقه اش كتهضري لالا هدى؟ واش الدري فيه 24 عام تقول لي المراهقه؟ الله يخليك الا ما تهدنا جواد ودير بحالي الا ما وقع والو. الشباب اليوم هكذا دايرين بحالو بحال جيلو. عرفتي النهار اللي غادي نبغيه يجمع راسو غادي نجوجو بجيب بنت الناس. ودابا تشوف دغيا غادي يدير عقلو بالهلا يتبتو ليه.
كي كتقول لالا مولاتي وريوني دويرتي نوريكم نيتي. باص ويلا باص بالله. راه دابا كيلو إيطاب شي فلوس كانوا هنا مبانوش لك؟ اش من فلوس؟ لا يطيح علينا باطل. 10,000 ريال كنت ناوي نشري بها المازوط للفلوكة. 10,000 ريال انا اللي هزيتها، راه سلفتها لخدوج جارتي. خدوج جارتك؟ إيطاب راني وقالت لي ما كيتلاقاوش. ومالك دابا ما تيقتيش وحقك؟ لا ما تحلفي، حلف على الكذوب هما اللي خرجوا عليك انت وداك المسخوط ديال ولدك تخرج حاشية ما نافع حتى راسو. دابا يطول ويعجبك. علاه مالي انا شنو درت لي؟ وهو نيت مالو مسكينه شنو دار؟ لا ما درتي والو، ما درتي والو، غنصغرو وانت خارجه عليه، انا نربي فيه وتتفشي فيه، انا نقلع عليه وتتعطيه، فلوس اللي حطيتهم يتقمط عليهم، القمر والشراب ولا هما مو مباه، اخ، السلعه الناقصه الله ينعل اللي لاقاني معاك النار الاول. عيني عليا، دريك الناقصه. اجي على خاطرك هاهي السلطه. قلب على السلطه، ها شنو الدم ديالك؟ شفتوني. فين فين غادي؟ غادي في حالي صافي كملت، ما بقاش غادي باش نكمل معاهم. وا صالح ولدي الرئيس علي اللي عنده الفلوس تحرق ما تم طب العجاب هذا. شي بنادم يقوس عليه واحد كيدوي مزيان كيخلي الهضره في بلاصتها. وشوف تشوف انت اللي قوست عليه انت مشى فيها كفته طا 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 بابا بابا با ماك كلاشنيكوف انت. شوف 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 يلا نديرو شي قهوة على حسابك. على حساب هادي قلتيها مزيان ونشوفو حليمة. شخبارك اخويا سعيد؟ ولات كتجي ليا في الدم ديالي بحال النيكوتين، إلا ما شفتهاش كنعض. توحشتها ديال بصح. توحشتيها؟ يا غير الصباح كنتي عندها وشتيها. شتي اش غدير؟ أدي الفيدونج لك الفم عندك. زيد 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 واه اش عندك نتايا؟ هادشي جديد. لندام دايز هالكلام والبرمع على نغام شيوخنا القدام. ايوا فين هو الكلام؟ شتك ما كاتب حتى حرف وكاع ما كتقرا من الورقه كيموالف. الرئيس محا كلمه الصدقه نابعه من القلب ما كتنسى وما تحتاج لا تكتب ولا تقيد. ايوا سيدي اش غادي نقول لك على هذا الكلام المعسول باش كتنطق؟ انا بعدا كنتعجب لهذيك المراه اللي كانت مزوجه بك علاش حتى خلاتك؟ وهذاك اللي خدات باش فضاتو عليك؟ قول لي كي بقات بنتك؟ راها مسكينه معاونه معايا على الزمان من نهار ما تتمها وهي هزة همي وصبرة معايا على الوقت. الله يخليها لك، الله يجيب لها شي ولد الناس وتفرح بوليداتها. امين. ايوا وانت مازال ما غادي تفكر في راسك ولا عجبك هاد التوحدانيه اللي انت عايش فيها؟ الى جات شي بنت الناس علاش لا؟ العمر كيدوز، تزوج باش تولد وليدات وتفرح بهم وتلقاهم في جنبك نهار تكبر وتخونك الصحة. شنو نقول لك الرئيس؟ هاد الساعة راه ما تنفكر في جواج. اسمع السي العربي، القصيدة الجديدة هاد المرة ذكرتي فيها المرأة وهاد الشي اللي ساير كتنحت فيه على ما يبان ليا عمرة. إذن
عطيني اتاي ديال دوك المصاح. كل حال غادي نرجعوا لهم في العشيه وغادي نوريو لهم شنو هو الكابال. تمنى حنا خاصين شي حاجه. لا الصوطه الصوطه كنبغيو نعياو وكنجيو لهاد القهوه ديال والو. قولي لي يا اختي واش هاد البراد شحرتيه لينا انت؟ وشكون اللي غتشحروا لك مولاي يرحمها؟ شوف الله يخليك الا بغيتي اتاي ها هو، الا كتقلب على شي حاجه نسمعها لك على الصباح مرحبا، ابقى تمتم عليا تما. مالك مالك تنطي مالك؟ انت ما قالك والو، بغيك تعجب فيها العيب. هو يقصد زعما هاد البراد الحاجه اللي ما تشبه مولاتها حرام، زعما هاد اتاي غيكون زوين بحال مولاتو. شنو هي يا سيدي اتاي مزيان ولكن الله ما خلصتوه لا داز لكم معاه هنا. بقيت تشوهي فينا دابا انت. بغيت تضحي فينا قدام عباد الله قهوة عامة. هاد القهوة راه كنجي لها انا وصاحبي قبل ما تحلم بيك انت الوقت. اون بلوس غادي نزيدها لك الدماغ. هاد اللعيبة ديال نخلصو قبل ما نصوبو كيديروها الناس لكان شي ماتش كانت قهوة عامة. ما كنشوها الدبان. اش انت بعدا اللي كتهضر خلصتي داكشي اللي كيتسالك. شوف اخويا الله يخليك الا ما عندكش باش تجلس في القهاوي دير منهم بالناقص. كتسمع؟ هاد البراد على حساب صاحبي سعيد. عندك شي مشكل؟ ايوا على سعيد. سعيد خلصت داكشي اللي كيتسالو، بقى لي غير يعرض عليك. وطيار اختي انت يا الله. وطيرك ان شاء الله. خبقتي لي كاع الطابلو ديال دماغي، انت مالك؟ شنو غادي نقول لك؟ شنو نتزوجت بيك؟ والله حبيبه ديالي تنخليك سبايا. ولكن شوفي سبي البنات، الرجال ما تدوزوش في الساحه ديالهم. قفرتيها عاوتاني يا حليمه المعلمه جات. كنخاف غا من الله، نخاف منك ولا منا. سيري سيري تخدمي. زيد قلبي بطاطا وهداك الشيء. فهمت. سيري وقت ما نجي نلقاك مقابله لي جمعات ما عندك شغل. راك عرفتي اختي عزيزه هاد المساخ ترى ما كيساليوش من الهضره. ايوا سيري قال لي عندك شي شغل. واخا. بسم الله عليك. شتي انت خاصك تدخل سوق جواك واحد شويه. الو شنو؟ كوميساريه؟ هذا هضر بشويه عفاك ولدي باش نفهمك اش تقول. ياك بعدا انت ما طرالك والو. واخا واخا احنا جايين عندك دابا غير تهدنا احنا جايين. شنو المصيبه دار العزري عاوتاني؟ طارق مع شي واحد وداوه للكوميساريه. وراه ما وقع والو مليح حدهم غير الكوميساريه. انا بالنسبه ليا يبقى تما باش يتربى باش يعرف التصرف ديالو فين وصلاتو. حرام عليك يا جواد بحال ما عمر هذا الشيء فايت فيك. ولا لا راه حرام عليه، هو اللي زرجرنا هاد الزرجيره فهمتي. نبي با بيزوان سا. واه كل نهار كل نهار كل نهار مصيبه جديده. فين كانت مخبيه لينا هادي يا سيدي يا ربي؟ شفتي التصرف ديالو فين تتوصلنا؟ فين التصرف؟ اه هو اللي بدا. صافي ولدي تهدن تهدن. شوف اولدي كون كنت هذاك السيد كيعرفني باه وراك باقي تما. الله على وليدي مسكين عم الله كيدوز هاد الليله. الله 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 هدا وقيقي تنيت امي لالا امي لالا. شرب الوليد شدينا فلوكه ديال السرديل ودقينا لها الباع عاد عطينا شرغو عرف شرغو. واش تبغى تسيري يا صاحبي من الصوبه صباح الصوبه عشية الصوبه نعس في الفريطار حتى مالك الوليد مالك هاد الحالة؟ اه اي قرب قرب اه قرب عندي شد شد الريحة ريحتك تلقط تماك وليت تجي الريحة خانزة بحال الضبع. اتونسيون الوليد وليد الضبع ما يجيش الضبع انا ولا شكون لو كيولي السبع كيطول لي اليوم. اخبارك يا وليدي في العاش كامل ما عمرو شاف السبع اللي يشوفها في صندوق التلوقين. وهذا تي وليد مكتوب عليك بيمي بيميتي ما بقاش داك صندوق التلوقين اللي فيه السبع ما بقاش. بقاش صندوق التلوقين اللي فيه السبع باك بيريمي واليوم نوري لبوك السبع شحال كيسوى. طلق من ولدي اشنو دار لك؟ تشيت الحالة اللي جي فيها كلها واش دار ليا؟ وسكتنا راه الجيران كيسمعوا. ولا لا بغيتهم يسمعوا والله والله والجيران واسمعوا. الله ربي الله الله ربي الله الله ربي الله الحديد يا ربي يا ربي لا دير شي درباسير تخلصوا فيا في الدنيا قبل هكا. ربي ربي تعال فين غادي؟ غادي غادي انا غادي البيت ديال الوليد نمشي نتكا شويه
باش ما لقاش الحلمه باديه ولا شي لعيب. اه الحلمه باش ما لقاش باديه برا طرق عليا زلاف. ويلي فين بغيتيه يخرج في هاد نصاصات الليل؟ سكتي جمعي فمك ولا يدك على بغيتك وراه. واش حماقيتي ولا مالك؟ فين بغيتي ولدي يمشي؟ شوف 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 دابا اتفقوا واش امم متحده دابا شوف اتفقت انت والوالده والوالد اتفقت والوالد واش نمشي نشد الحلمه نتفرج في الحلمه قبل ما تبدا ولا نمشي نخرج الناس في شي بلاصه اخرى. سير سير لبيتك حتى الصباح تكون معاك الهضره، اما دابا خليني طاكي باك. كنموت عليك ماما ديما كلاس. يا ربي يا سيدي يا ربي فرقعات الرماله ديوب عليا ديوب عليا واحد بلا واحد تريك الناقصه اتفوق على الله عليكم عيني عليا سعد الويل. الله يرحمك أمو. بابا مساء الخير. الله يرضي عليك بنتي. أنا غادي نمشي نصايب لك العشاء. لا بنتي راني تعشيت مع الأستاذ العربي غير تعشي وسير تعس. يلا تصبح على خير. تصبح على خير بنتي. انا كلش انا اللحم البرقوق علاش دايره عاوتاني ها بلا ما تقلق سيدي عتنا انا غندير لك غير داكشي اللي كيعجبك. كامل توا دوق بعدا وقول لنا واش غيعجبك ولا ما يعجبكش. ما عندي ما ندوق ما انت انا كلش انا هذا البرقوق ديال والو. شاد الماكله ديال الحبس واش هذا الشيء كاع على فشاش زعما داير لينا كي المحمه شدي عليا راه شي حشومه انا ما بقاش عاجبني انا الخدمه ديالها. واخا سيدي قول لينا شنو كيعجبك وحنا نصاوبوه لك. واش دايره شي دراري اخرين ولا ما تخبرنيش؟ يا كل نهار تسوليني تنقول لك شنو تناكل. داكشي سامبل. عرفتي شنو؟ راني نمشي نتغدى في شي ريستورون احسن لي انا الماكله ديال والو. نمشي معايا عندي. وعلاش غادي ندير لك داكشي اللي قالوا لي كنديرو؟ الله يهديك على راسك، كاين شي احسن من ماكلة الدار، شحال خاصك يلا. هادشي راه ما غاديش يقد يمكن. تعجبو ولا لا؟ هضره بالخاوية. 400 درهم راه ما تقد حتى البوربوار. ايوا علاش هادشي اللي عطى الله نعيمه. سلام. لا عزيزه كي دايره؟ لاباس الحمد لله. كيفاش انت بخير؟ الحمد لله الحمد لله. غادي للفيلاج؟ غادي شي ساعة وانا واقف حتى شي طاكسي ما غادي لتيفليت. انا غادية تما ولكن حتى نتغدى. اش ظهر لك؟ نتغداو مجموعين؟ واخا طلع نحط دولار؟ اييه. بسم الله. الوالدي ليما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم جنانة. تي مالك اختي مال؟ ديزا فحال التان. السلام عليكم لمس الخير صباح الخير مال؟ مسينا على الله. مالك اخويا فين مشيت كنلقاك؟ مشات القهوة نقاد في الزنقة لقاك. مالك اخويا تابعني كيخيالي ولا ما عندك شغل؟ ولا كيدوخ عليك راسك كنبان لك في البلان؟ بغيت نفهم انا. بغيت نفهم علاش ما كتحملينيش؟ علاش ما عندكش معايا علاش؟ شو ناقصني؟ من دون عباد الله. شوفي تبارك الله. زين شوبيه العين خضرين صف ديما في الجيب. على السطر ديما في الجيب.
يخلف الله على الرئيس علي اللي حياته كلها مسكين هو خدام في البحر وجاي انت لاقيها بارده كترتق فيهم كما بغيتي وكتدوخ في الراس ولا فرحان بواحد الريالات سير اخويا شوف لك شي فقير اللي يسبب لك راه بديتي كتدخل وكتخرج في الهضره داك الفم عندك ماضي بعدا ايه الفم ماضي والدرع قادي عندك شي مشكل ولكن واخا فمك ماضي وكيخرج على السم والقرطاس انا كنحماق عليك كنتسطى عليك كتحماق عليا واش انت قال لك شي واحد عندك العقل وراك حمق انت اللي حمقتيني انت اللي رجعتيني بحال هكا عرفتي انا اللي باقا كنسمع عليك راه انا اللي حمقه كتفوا لك من راس بحال هكا التيزه ديالي جبال يا طايب وحاشات فوتك ليه العزيزه ما قلتيش لي شنو جيتي ديري هنا جيت للمحكمه خو المرحوم رفع عليا دعوه روبيو سيدي قال لك بلي زورت سيناتور ديال خوه وكتبت لراسي القهوه بيع 10 واش قالت المحكمه رفضت الدعوه دارت الخبره للسيناتور ولقاتها بلا صحيحه سيناتور صحيحه وانت شاريه القهوه والمحكمه معك ايوا صافي كاين مشكل حيت بصح انا ما شاريش القهوه المرحوم كان عارف بلا الروبيو كيعرف غير جوج حوايج القمر والشراب داكشي علاش كان خايفو يطب في القهوه هو يكتبها ليا وطلب مني نوعدو بلي غادي نتهلا في خوه ونبقى نعطيه المصروف الشهري ولكن الروبيو ما قنعش بداكشي اللي كنعطيه بغا حقو الشرعي هو الوقت اللي قال هذيك الهضره بقات كتشوف كتشوف فيه مزيان قلت له هادشي غدير من يجيك مليح وصير تضعيط لي قول لي كاين باباك لا مسافرين جبت واحد اللعيبه غبيره هادي وبانت لي معجنه هادي تكون نورمالمون مغبره لا هادي كريستاله كنشموها ماشي بحال هاديك البولينا اللي كانت كيف هادي دابا العجب 1000 درهم هاك هادي خليها عندك المهم هادي شنقول لك 1000 درهم بزاف علي وهاني انا نبقى نجيبها لك انا نخلص وما بيناتناش هادشي وانت انت مالك عمرك كميتي شي حاجه راني دابا هذيك اللعبه ديال درت بزاف سخنوا هذا بلاش بلاش ديري بحالي بلا كارت وشما راه كتيدير واخا لا لا فيك شادي فرفي لوغ انت سير لداركم الهضره مع باك ماشي معاك وصلنا ساعدنا الغبره هذه واش فضيحه الغبره شوف لالا مع ولدك شوف ايوا دابا هادشي فين بغيتي توصلني امر ديال الوالدين دوي سبحان الله العظيم خارجين من كرش وحده وحتى حاجه فيهم ما كتشابه انا ما عطي راجلي عارف بحق الدرهم حيت ضرب تما راه هو صغير عرفتي شحال تكرفس على ديك القهوه باش يديرها اما ربيع خوه ولا الروبيو هذاك ولد الفشوش من صغره هو مفشوش اللي حل عليها فمو كيعطيها ليه داكشي علاش خرج حاجيه غريب هاد الاخلاص ديالك لراجلك واخا بعد الموت ديالو شي حاجه مبقيناش كنشوفو هاد الوقت كاين شي عيالات تيخونو رجالهم واخا باقيين حيين وقيلا نتحركو ياك انا راه صافي ما بقيت قد نستحمل نزيد حتى شي حاجه واش ما حلتي المشاكل ديال الخدمه ما حلتي المشاكل ديال الدار ونزيد المشاكل ديال ولدك حتى هي ايوا بزاف هادشي عافاك جواد الله يخليك تهدم ها ولدك هذاك استحملو راكي عارفه بلي عدنان ماشي ولدي راه انت اللي مو فششتي حتى طلع ليا للسما ومبقى قادر يقدر معايا حتى شي واحد في هاد الدنيا وزيدون كون كان عدنان كما تتقولي ولدي ومن صلبي ما كنتش غادي نخليك تخرجي عليا بحال هكا عندك الحق دابا الخطا ديالي نعترف الخطا ديالي حيت فرقت الولد على باه وثقت بكلامك المعسل شوف يا لالا راه ما بقيتش قادر نزيد والو انا عييت ما نصبر عييت ما نصبر شوف يا لالا شي حل واخا نشوفوا هذا الحل الله اعلم نسيتي باللي كان هذا هو شرطي من النهار الاول ولا بغيتي نفكرك السي جواد نهار اللي تزوجنا راه قبلتي على الربيب داكشي علاش طلقت انا من الراجل
وضحيت بكل شيء وتزوجت بك واخا انت عاقر، ودابا بغيتيني نعيش بلا ولاد؟ انا ما نقدرش. واش لالا باه باقي بالحياه؟ ايوا صيفطيه لي. اما انا صافي عييت عييت عييت. صيفطو عند باه. واخا ودا واخا ديري اللي بغيتي. يلا بسلام. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام، كي داير الرئيس؟ بخير. مرحبا مرحبا. يا بسم الله. سبحان الله، فين مشيتي؟ ما عندي فين نمشي، انا معك حتى الموت الرئيس. بعمرك مالك؟ شفت هاد المكالمة شناطك؟ هنقول لك الرئيس، قبل ما نجي هنا يا البلاد كنت عايش في قادير بخير وعلى خير، وتزوجت بواحد السيدة تقريبا شي 4 سنين، ومن بعد من بعداش مشاكل كثروا بقينا متفاهمين وطلقنا، درت المغادرة الطوعية وعطوني شي بركة، شريت بها ديك الفلوكة اللي خدام عليها نتاعي. وهاد المرأة اللي طلقتي عندك معها شي وليدات بعدا؟ ولد واحد عدنان، ملي مشيت راه خليت عنده 4 سنين، دابا راه تكون عنده شي 24 عام. وهزتي العربي 20 عام وانت بلا مرا، اش من حياة هادي؟ قالوا لنا الزمان تبغي دير بالعقل الا لقيتي راحتك في الهبال. لا لا، انت بعقلك وماشي ديال الهبال، وعارف ما بينك وبين الله زعما هادشي اللي مكتبه حنا تنعيشوه. وهاد الولد تبارك الله واش كتشوفو؟ عمرني ما شفتو، دابا معيطه ليا مو مصيفطه ليا لهنا. حقا قال لك راه الراجل اللي واخده بقاش باغيه. ما كاين بس يجي مرحبا به. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. شفت لكم واحد الطاجين على حقه وطريقه. ايوا جالسي تاكل معنا بنيتي؟ لا غير بالصحه، عزيزه كتسناني باش ناكل معاها. واخا وسيري وسلمي عليها، انا بغيت لك الرضع. واخا با. الصحه والراحه سي العربي. لا عندك الصحه بنتي. ايوا بسم الله سي العربي.
سلمتك اولي. تبارك الله وليتي قدي. يلا نرجع. كديرين؟ لا بس مرحبا الحمد لله. قدم لكم ولدي عدنان. ها متشرفين. ولدك كيشبه لك الله يخلي لك. بارك الله فيك. دخلوا عندنا تفضلوا تشربوا شي حاجه. ضيافتنا دابا 3 ايام. لا بنتي غادي نمشيو راه الله وصل من السفر وخصو يرتاح واحد شويه. يلا ولدي يلا. على سلامته. الله يسلمك. ناري عندو ولدو قد هكا وانا ما جايبه الخبار. ناري شحال زوين عمرني ما شفت بحالو في الدوار. الله يستر. شوف انا فاش كنهضر معاه وهي فاش كتهضر. غير شفتي الولد وما يحوالو عينيك. ويلا اختي عزيزه الا كانوا انا حوالو عيني على الدري انت راه حوالو عينيك على باه. ايوا اليوم بان ليا الولد غدا تبان ليا ماما وانا هزني الماء. كوني هانيه امو متلقه شحال هادي هالعار. وشكون جاب لك هاد الخبار؟ الرئيس محا الله يخليه ليا. ايوا ملي هكا سيري هزي شي براد تاع اتاي والكاطو وديه لهم الدار. واخا نشوف هذوك الناس شنو بغاو. يا حسربي راسك. ساعه ونص هادي وحنا جالسين مليوحين هنايا حتى واحد ما تسوق لنا لا قهوه لا تاي. شحال الفاي هذا؟ وحيد يدك وهضر بحال الناس. مالنا؟ انا ماشي بحال الناس. انا واحد كيحماق عليك. ايوا الا حماق الله يستر. سير شوف لك بويا عمر. حليمه خليني نمشي نشوف الرئيس محا. ولاش بالسلامه؟ نمشي نخطبك من عنده. نعم؟ نمشي نخطبك من عنده. اسمع صوالح راه قلتها لك ذاك النهار هذا الموضوع نسى عليك. واش انت عايش عاد ربك باغي نعيشوا عاد هرب جوج؟ شوف الله يخليك اعطيني اتساع مع هاد الهضره. خزيت يا لطيف. عطلا عجيبي قهوه. يلا الدراري يلا 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 سربي ولا عافاكم راه واقيلا المزازينا اليوم على مولانا. السلام عليكم الرئيس. أستاذ العربي كي داير؟ الحمد لله لاباس. قدم لي كولي عدنان. تبارك الله تبارك الله تبارك الله الله يصلحوا لك وكون منه الزرع والزريعة. بارك الله فيك الرئيس. إوا تفضلوا تفضلوا نصيفط لكم على شي براد ديالاتي. لا لا مرة أخرى. يلا وصل من الصفر غندير يرتاح واحد شوية عاد نوريه البلاد ونساريه نوريه القنيتات. واخا واخا على سلامتك أوليدي عدنان. الله يسلمك الله يسلمك. السلام عليكم. الله يعاونك. دخل اولدي دخل راه البيوت الفوق خذ اللي بغيتي فيهم. تقدرش تصور شحال انا فرحان ملي جيتي عندي هنايا. حتى انت ما تقدرش تتصور بشحال بقى فيا الحال ملي ما سولتيش فيا هاد العوام كامل. فين البيت؟ راه مالفوق. مشاكل أولتي هي اللي بعدتني عليك. ويلي ترى بغيت ندوش. شتى شي حاجه ما خدامه هنا.
ما خدامش الماء السخون. انا مول فين تندوشو بما بارد هنا. مالي الدار؟ دخلي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام اخويا عدنان. شفتيكم اتايا شويه ديال بيكسوي. مالك عذبتي راسك يا بنتي؟ عذابكم راح. ريختي عزيزه هي اللي صيفطاتو. بارك الله فيك. مزيان هاد البيكسوي. راه قالت السلام، تنردو السلام بعدا. السلام. وما تنجلسوش والسيده واقفه. يلا خليتكم على خير. جلسي شربي معناتي. لا لا غير بالصحه وراح. راك مخلق في هذا الحني على كتاف. تعرفني اخويا؟ كنعرف باك. انت ما كتعرفنيش. صالح وضريت عليك. شرفي. مالك اصاحبي؟ مالك اصاحبي طالع لك الدم مالك؟ كيفاش ما يطلع ليش الدم؟ انا مولف الداخل والخارج لومبيونس والرواج لومبيونس وانت جاي يومين دوزي فاكونس ديالك ولا طولتي سيمانه كاع وطالع لك الدم شنو نقول لك انا اللي عايشين هنا ديما المهم الا احتجتي اي حاجه الا بغيتي اي حاجه سول على صالح وضع يسال ويجيبوك حتى لعندي يلا مساء الخير ابا مساء الخير بنيتي وتعطلت اليوم راك عرفتي ابا ملي كيكون الماتش الناس ديال الدوار كيبقاو مخرجين في عينيهم حتى كيسالي ايوا بنيتي كل هاي الغيب الغاه والله الا طابوا لي رجلي عرفت ابا اليوم كون شفتي هذاك صاحبك العربي غادي يطير بالفرحة معلوم ماشي راه مسكين جا عند ولدو اللي ما شافوه هادي مدة وسنين خايفة باغي حتى يولفو مسكين ستي العربي وزيد خلفه عند مو يخليه ايوا مازال ما عرفنا واش جاي يدوز هنا شي يامات ولا جاي يبقى ديما على هبا قال لك ستي العربي شي حاجة قال لك غادي يبقى معاه اللي فهمت من الأستاذ العربي باللي راجل مو تشكى منه كاين تما شي مشكل داكشي علاش مو صيفطاتو لبواه هكذاك اجي يابا نوض يا بنيتي وجدينينا العشره راني ميت بالجوع موالف هذا الوقت في البحر كناكل ونعاود هي الاولى جوج دقائق يكون عندك الله يرضي عليك يا بنيتي اجي يابا وقال لك السر العربي باللي تنتعشاو بنيتي ونكمل لك الهضره واخا هي الاولى بابا بابا ريحه الحوت عاطيه من الفوق واه الحوت في الغداء الحوت في العشاء بزاف لا اسمح لينا سيدي هاي تيفنيت معنا لا همبرغر لا بيتزا كاينين الحوت بغيتي تاكلو هو داك ما بغيتيش طلع لبيتك اه وي بس غادي تخلى ميرد الوغ اتونسيون اخي مره تهضر معايا بحال هكا الاحترام ضرك عليا زلفتك يلا كلني حيد من حدايا لا ميغ تيتي اسمعي يا ودو التصرفات ديال عدنان مابقاتش عجباني وراه تقدر تسبب لنا الفرق صراحة ما بغيتش يجي شي نهار تحطني في موقف اختيار بيني وبينك انا تيبان ليا احسن يبقى عند باه وهكذا كلشي غادي يتهنوا حنا وهو وجدي راسك غادي نمشيو فرنسا عندي شي شغل غادي نقضيه تما وبالمناسبه غادي نحتفلوا بعيد الزواج ديالنا في نفس البلايص اللي دوزنا فيهم شهر العسل يوم اللي كيقلق بالفزه ما خبر بحال هذا تيخليك طيري بالفرحه عندك الحق
السفر كيكون مزيان الا كنا مجموعين، والحمد لله اللي عندنا نوصل عند باه. دابا تهنيت. يلا 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 بعد يلا يلا هو يلا. ما عندك غير الصبر، راه ولدك هذاك ما عندك ما تدير، خلاها مولاها يدك منك. يلا الرئيس تكلوا الله ان شاء الله. يلا ترجعوا شويه بكري. يلا 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 سيادنا نشوفوا البحراش واش جبنا هذا النهار. يلا بسم الله. يلا يلا بسم الله. عدنان نوض اولدي نوض. نوض الله يرضي عليك، راه 8 ونص هادي. يلا طلق راسك. سير طلع جمع البيسكو الاول وصوف راسك وفطورك صوبو بيدك. ما كنعرفش نصوب. نعيمة هي اللي كانت كتصوب لي كلشي. نعيمة خليتيها في اكادير، غادي تجي فنيت، وخصك تعلم تصوف راسك وتصوف فطورك بيدك. كدير؟ انا كنصوب فطوري. انت سوق اش كديري؟ جيت نجيب البراد ديالي، مالك ديما مقلق؟ سير جلس انا غادي نصايب لك الفطور. شكرا. بصحة. عافاك جيتي جيتي تعاوني نصوب البيت الفوق. لا غير خليك حشومة، أنا غادي نصايبها بوحدي.
انت كتكلي هاد السم هذا؟ اسمعني مزيان، الا امك ما عرفاش تربيك انا اللي غادي نربيك. ما غادي تربيني ما نربيك، خذ راحتك زيد، انا غادي في حالي. ما عندك فين تمشي، انا اللي مسؤول عليك دابا. مسؤول عليا دابا؟ عاد بانت لك المسؤوليه ياك؟ فين كنتي 20 عام هادي وانا تنقلب عليك؟ ها؟ فين كنتي هاد الوقت كامل؟ كون ما جيتش نقلب عليك هنا كاع ما كنتي غادي تسول فيا كاع. شتي انت؟ مسؤولية ما بينك وبينها غير الخير والإحسان. اجي نشوف واش اللي بغيتي. اللعاب تاع المنبات ولا كونفيتور؟ هادي ولا هادي؟ فين ديال الفريز؟ عندك تمشي للدار تقول لي ما عجبتكش. واخا جواد هدى كيف سوبريز؟ وي فاش رجعتي من الخارج؟ هادي شهرين دابا باش رجعت، وناوي نستقر هنايا وندير الشركة ديالي. مبارك عليا من الغربة. مزيان، كي دايرة الوالدة ديالك وكي داير الواليد؟ صافا لاباس عليهم، وغادي يفرحوا بزاف ملي يسمعوني تلاقيت معاك. هذا راجلي العربي يقدم لك جواد، عقلتي عليه؟ بسلامة. فين كنتي؟ كنت عند ماما، سمح لي ما قلتها لكش ملي خرجت. انتي كدابة. كدابة؟ حيت انا الله عيطت لامك دابا، سيمانة اللي ما شافتكش. سير حبيبة تلعب ليها، سير. انا كنكذب عليه. شوف كلشي كندوزو الا الخيانة. اش كتقول؟ واش دابا حنا وصلنا للخيانة؟ حمار انا؟ ها؟ بوقرنا انا؟ غدوزي عليا؟ راني عايق بيك. لا لا لا، انت دابا وليتي كتقلب غير على الصداع. وعينك غير فخزيت وصافي. طلق مني، طلق مني، طلع لي انا هادشي ديالك في الراس. بركه، بغيت نقول لك الصراحه، شتي هاد الشك وهاد الغيره فاش انت فاتوا القياس، فاتوا الحدود. ايوا راجع شويه نفسك. الحقيقه انا كنفكر في حاجه وحده، كيفاش الانسان كيقرر حياته وكيقول صافي، من بعد دان سلكو كلشي يمكن له يتبدل. كنت توصلت لك شي براوات، توصلتي بهم؟ اي تو نو جامي ريبوندي. توصلت بهم وقريتهم كاملين. ايوا ايوا، الظروف الظروف. يمكن نعرفوا هاد الظروف؟ انا اللي يمكن لي نطلب منك واش هو واش ما ندوش على الماضي. مي الماضي كان زوين، انا بالنسبه ليا باقي تنفكر كاع ديك الايام الزوينه اللي دوزنا.
الو ماما، عدنان هذا. الو عدنان، لاباس عليك اولدي، كي داير؟ ما لاباس، ما تلعبها ماما. منين جيت لهنا ما عيطتي لي، ما سولتي فيا، ما والو، ما شنو واقع؟ راه ولدي ملي مشيتي وحنا مشغولين مع الوراق انا وعمك جواد، غاديا جايين للقنصليه. قنصليه؟ على فين غاديين بالسلام؟ فرنسا. عمك جواد عنده ميسيون وانا غادي نبقى معاه المده كامله. ماما اسمع اسمعني اسمعني، انا جاي للدار، انا غنجي دابا صافي. علاش غادي تجي؟ راه ما عجبنيش الفيلاج، ما كاين ما يدار هنايا. مع عدنان عمك جواد ما بقاش باغيك تعيش معاه. انا ولدي راني عييت من المشاكل ديالك، هادشي طلع ليا في الراس. من الاحسن ليك ولينا تعيش مع باك. الو مهدي، الو عدنان. شنو كدير هنا؟ ما كندير والو يا حبيبي، هاد البلاصه اللي تشوفي فيها هي اللي بقات لي. مالك لاباس؟ شنو كيلعبين؟ هو اللي تجرى عليا، هو اللي ما بقاتنيش باغي نعيش معاه. الا كعاليك ما فيها باس، باك هذاك حاول تشوف كيفاش دير تصالح معاه. ما عرفش منين يخرج لي هادشي حال. ما كيعرف بقيمة الوالدين غير اللي محروم منهم. سولني انا اللي حرمني الله من امي. اسمع عدنان، يكون اللي يكون والديك هذا، راه ما كاينش اللي غيبغي لك في الدنيا خير قد والديك. شوف كيفاش دير وتهضر معاهم، انا غادي نخطاوك غادي تندم عليهم بزاف. Thank you.
نوقف قرار ثلاثة هاكي. وسيدي عدنان اش ديري؟ جايبة لك الفطور. جايبة لي الفطور؟ يا قلت لكم ما تبقاوش تدخلوا عندي للبيت، واش انا قلت لك صوبي لي الفطور؟ اش دخلك لهنا؟ سير يلا سير حسن بغي انا ونعيط لك. يلا سير. والله ما عرفت والدري راه مفشاش وصعيب يتوال مع هاد الجو. مو ما صفرت وتعرفت شنو صفرت الدري كيغلط وما كيتحاسب مع حد واللي بغاه كيلقاه. والله ما عرفت غنبدا مع هاد التربيه هادي، وفي نفس الوقت خاطري كتقول لي يمكنش تخلي غادي غافل بحال هكا، غادي نشوف تنعيا وغادي نصيفطو فحالو. اش بالحال الله يهديك السي العرب، الولد راه ولدك واخا يبغي يمشي خصك تشدو عندك دمك ومصابك، ما تخليهش يتنهصر عليه الدرج الاخر. غادي نخليك هاد الساعة الله يهنيك. الله يعاون راه عليكم السلام ولدي عدنان. الرئيس ريح. اليوم 10 ايام والوالد ما بقاش تيهضر معايا، ما خليت ما درت معاه، قالب عليا وجهو بحال ما عرفت شنو درت. عندي اللي غادي يهضر لك معاه، كل واحد عنده نقطة ضعف ديالو. شكون من الرئيس موحى؟ يلا مايا غادي تعرف. غلطت في حق الوالد، قلت له كلام قاسي، ما كرهتوش يسمح لي. الا الوالد ما بقاش باغي يهضرني والوالده ما بقاتنيش باغا نعيش معاهم، غير نقتل راسي بان لي. عدنان اش هاد الهضره كتقول؟ بلا ما تفقس راسك، خلي هاد القضيه عليا ويكون خير.
مالك؟ عندك شي مشكل؟ كنعرف ملي كتكون حدا البحر مقلقة. كيعجبني نتقابل مع البحر حيت كننسى كلشي. عندك الحق، البحر قد ما شكينا عليه همومنا عمرو ما كيتشكى. وانت قلبك شحال هز من هموم الناس. شكون هاد الناس؟ شي ناس جاو عندي وطلبوا مني نتوسط لهم عندك، وقالوا لي بلي عندي معزة خاصة في قلبك وانا اللي نقدر نخليك تسامحهم. ما عرفتش واش عندهم الحق ولا لا. عندهم الحق، انتي عزيزي عليا وعارفة هادشي. ولكن انا مخاصم مع حتى شي واحد. عدنان ولدك الوحيد اللي عندك، المعلم دابا ديتي عشرين درهم وغادي. انا هو انا مالك صاحبي طلع عليك الدم. هذيك حليمه يا خويا بسطات لي الطابلو ديال دماغي كامل. السباع ديال الفيلاج غادي تخربق لي عقلهم بروشه حليمه. ماشي بحال هكا ربي الله بدات كتشد ليا وتفهم السيستيم ديالي. شد معايا الخط ويبان داك ولد العاضي ويخربق ليا البلان كامل. شوف شوف غادي نقول لك اش غندير. اش غندير كاع؟ غتمشي عند با الرئيس موحى وغادي تخطب من عنده. يتوب على العشير فيك واعر. غنمشي عنده ونخطبها من عنده وتولي حليمه ديالي. حدا دالي داك ولد العاضي هي وليت انا طبع ما بقيت السبع. اوه غادي عنده وانت في هذه الحاله خليك بعدا غير حتى يصبح ويفتح. طب صح غنمشي عنده دابا. بابا انا اللي غلط، بغيتك تسمح لي. الاعتراف بخطا ماشي عيب، بالعكس شجاعة ورجولة. المهم هو الخطا ما يتعاودش. ما يتعاودش والله خومي. بالموتور يلا يلا وليدي يلا 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 سلمي معاك. زيد زيد. سلام عايز كيدير؟ لاباس. لاباس عليك؟ بخير اوليدي. عايزك لاباس؟ لاباس الحمد لله. الخير تبارك الله ديال الله. الحمد لله الحمد لله. يلا صراحة راه يسمح بغيت نجي معاك واحد الموضوع. اش غايدوي معايا بالسلامة؟ ياك ما غادي دير لنفسك وتشمر على دراعك وتدخل تعاون كارل في التنزه. ما كرهتش يا ريس، ولكن بغيت انا نشمر على دراعي وندخل للبحر نخدم خصني ندير علاج بلا. كيفاش دير علاج؟ ها؟ ندير علاج ولو عندي المرا والولاد باش نقدر ندخل نخدم على قبلهم. اه قول لوليدي بغيتي دير البرد عاو الشواري. الله يرحم الوالدين يا ريس مع سميتك كاع. شنو هو زعما انا حمار دابا ولا شنو؟ ولا وليدي زعما غادي دير المرا والدراري
على علمك الله داكشي علاش جيت بغيت نخطب مع عندك بنتك حليمه. خطب عندي بنتي حليمه بغيتي تزوجها صالح وكيفاش غادي دير لهذا الزواج وانت بلا خدمه؟ قلنا لك بعدا تيوليو عندنا المراه والدراري اللي غندخلوا للبحاره قبلهم. سمع الله يرضي عليك هذا المكان فاش حنا دابا ماشي ديال هذا الكلام. سير وليدي جيب معاك باك الرئيس علي واللي دارها الله هي اللي غتكون. يلا 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 الدراري يلا يلا الدراري يلا بسم الله يلا 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 قال لك باغي يتزوج. يلا الدراري يلا قولي يا عدنان منوضه في هذاك اكادير الدريات شويه صافي ماشي دابا كانت شي حاجه شحال هادي في ايامات المدرسه مي كبرت درت عقلي. لا انا باغي نتفرج زعما واش كاينه شي اميانتين. اميانتين شوف انا نقدر نفهمك بزاف د الحوايج ما تحشوش مني سولني على اي حاجه بغيتي دابا راه وليتي راجل تبارك الله. لا بابا ما كانت عندي حتى شي غولاسيون سيريوز زعما زيدون الوالدة كانت مانعة عليا نتصارف مع البنات. الحب راه ماشي عيب خصو غير يجي فوقته. كيف زعما يجي فوقته؟ زعما وصل الوقت باش تفكر في المستقبل ديالك وخا بالي راه تعطلتي شوية شنو غادي دير مع من غادي تعيش واللي غنوصيك عليه مابقاش معوي على فلوس راجل امك واحد النهار غادي يخوي بك قولي طيح للارض تحوي على راسك متفقين؟ متفقين. ربي غير قول لي اش ضحكك دابا؟ اه؟ اش ضحكك؟ انا سمعتيش السير يقول الطفل ديال ولدك وعلاه مالو؟ ما قال غير المعقول الزواج حلو ربي واللي هرب الزواج هرب لطاعة الرحمن. الزواج ما قدو عليه تركب بابات قاعاول لك دابا بغيت جوج كلمات طاق معايا المسمار واش غتمشي معايا نخطب بنت السي موحه ولا لا؟ لا. وعلاش ما غاديش تمشي معاه؟ الرئيس موحه صاحبي ولا علمني الطريقه سيت حتى ولا تعدي الفلوكه فوت فيا شلا خير ردوا لي بالعار. ياك السي علي علاه مال ولدي ولا عيب وعار؟ تي عارفه وانا عارف باللي ولدك ما عمره ما تكون منه الكاينه وما كاينش شي خلق يقد عليه باله من غير انا وياك. شي انت ما كتحملنيش وما عندكش معايا ديال بصح وحاقد عليا ولكن انا غنوريك اش غندير عندي شي مصيبه اللي غتخبوني عليك كاع. الله ينجيك احنيني من المصيبه تجي لعدوك واللي ما يبغيك وديما يضغط عليك. طير دق عليا وتنطر عليا تهز بالحال وقت تشري فيها تريكا الناقصة. أشكون؟ صالح دخل يا صالح دخل. ريح. كي داير؟ لاباس. بسم الله شكرا عايز مو حادك شي اللي قلتي لي انا داس اشنو قلت لي قلت لي نكملوا الهضره ديالنا في هذا الموضوع في الدار. اي هي عندك الحق ولكن قلت لك جيب معاك الوالد ديالك. بيني وبينك عايز مو حلوه ديالي ما شويه هضره يجي معايا. اسمع وليدي انا باك كنعرفو كيعرفني قبل ما تزاد لا انت ولا هاد البنت علاش قرنا انت حواجبك. لو كان بوك في بالو هادشي باش معمر راسك ما يخليكش تجيب بوحدك لا مرض ولا حتى شي حاجه ما تقدرش تشدو ولا تمنعو باش يجي لداري. اسمعني مزيان الرئيس علي ما قابلش يتناسب معايا. علاش؟ علاش ما يقبلش يتناسب معاك؟ علاش؟ خاف هاد النسوبيه تحول لعداوه وقال اللهم الثقه احسن. واخا
انت بغيت تناس معاه؟ ماشي باك وماشي انا اللي غادي نقبلو، انما الا قبلتك حليمه والا كنتو مكتابين لبعضياتكم في السماء. حتى انت عايز موحه حليمه، حليمه ضرب على حسابي، حليمه قابله تقبل عليك الشيحه ان شاء الله. لا يحييك على قلت رجال تنتزوج واحد بحالك، ما خدام ما رداب وزيدها بالتلويس. لا عندك با انا راه ما قلت لي والو، انا ما بغيت زواج تفروا لي تزوجوا. ها انت سمعتي بودني، وانا ما بقى عندي ما نقول، خلاها مولاها قصح احسن من كذاب. وهذا هو المعقول وليدي يا صالح. من وياك غايب والحرشة بلات مزيان تبارك الله. انا غادي نوليك كراك ديال الزواج. مصيبة هادي والله الا مزيان. لا عندك برا ما عمرني درت معاه في هذا الموضوع. عرفت بنيتي شتو حجاره، عرفت بنيتي اش كاين. الله يفك الجرة بخير مع هاد المزغوب هذا. شنو كتخمم ولد؟ الصراحة الوالد بيني وبينك غنبداو صفحة بيضاء إن شاء الله ويكون خير، ولكن مع هدى ما نقدرش. هدى؟ شوف ولدي هذيك راه مامك، ولا شتي راسك كبرتي شوية قول لها أمي، وإلا كاع تلفتي كاع ودختي راه كتبقى الوالدة. السلام عليكم. أهلا أستاذ العربي. وخير خلف اللي خير سلف سدي عدنان. كي داير الرئيس؟ بخير الحمد لله. الله يخليك واحد الطليبه دخل معك عندنا يضرب واحد الدوره في البحر الداخل. الله يا ودي على الراس والعين. تفضل يا وليدي، النهار الاول غتلوح المرار، والنهار الثاني غتعرف راسك واش الصبار، والنهار الثالث تولي بحار. يلا سيدي يلا يلا على بركه الله. يلا وليدي يلا 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تشد هاد الشغل عندك ما بغاش ينوض يفيق يطر رزقه بحالو بحال عباد الله. خليه مسكين ينعش شويه، راه ما جا حتى الفجر. ايه وفين كان بالسلامة والعافية حتى هاد الوقت؟ كيفوش شويه مع صحابو منهم قرانو فوز. اللهم انا لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. ناس ناس يا وليدي رقد حليني رقدوا عليك الجناب الدري كان ناقصه. صالح نوض حليني تفطر وعاد رجعت نعس. المهم انا غدا نخرج دابا نتقدى لكم شويه الخضره، وانت ولدي ملي تفيق راه الفطور ديالك خليته لك في الكوزينه. اسمع وليدي يا عدنان، خص واحد يتعدى في الصغور ديالو باش يرتاح في الكبر، وانت تبارك الله عليك باينة من كلامك بعقلك وعارف اش كدير. قد ما تعذبتي في صغرك وخويتي راسك من الكلام الخاوي وعمرتيه باللي ينفع غترتاح في الكبر ديالك وتولي راجل عنده شان كبير وكيعتمد على راسه وما يعوش على الغير. صباح الخير حلومه. صباح الخير وقول مساء الخير. العصر كيودن ولا انت بالسلامه عاد طفات عليك الشمعه. ما كتشوفي لي كدير جاوق عليا بحال هكا وتخرجي في عينيك مالك؟ كيف بالك داك ولد العربي كدير فرنسي بحال الافضاليندا؟ شنو زعما احسن مني هو باش؟ هي سيدي احسن منك حيت ظريف ومصوب وكيعرف يهدر. عندك شي مشكل؟ حليمه اجلي طلق دغيا راسك شنو غتشرب العجزه كتعيط عليا؟ وقلنا لك تلاحجي بقهوه كحله تلاح في جهنم ان شاء الله. ليه هادم ديال 6 ريال؟
مالك صاحبي عاقد غواشتك علي الدم راجل داك ولد العربي هنايا وتيفات عليا حليمه بغيتها كتشوفني وكتدلكوا عليا في الهضره زعما بالغوش بحال عدنان غادي تحل معاه هي السبع غادي يولي ضباع قال فايع من هنا وانت تزيد الفايع اشي قال هو واه ناري قلت للوليد غادي ندوش ونعس عام الدارين كنت عارفك ملي دخلتي اليوم البحر ما غاديش تنعس علاش زعما حيت شتيني شدتني الطياره ديك اللي تيقولوا لها مال دماغ ولا لا هي فعلا شدتك الطياره ولكن ماشي من البحر دخلتي حيت شفتي الناس كيفاش كتكسب الرزق ديالها وماشي غير كتجي وكتلقى الفلوس كاينه ولا ما كايناش كاينه ايزو ليلى ليلى فيها الحب والغرام يلا عدنان يلا نمشيو نسينا على الله بارك الله على سمان عبد الحليم وبلاد ما مالنا ياك لابا شنو بغيتي باغي نهضر معاك ما عندي ما نقول معاك وما عندك ما تقول معايا كتسمع ما تقولي معايا وما عندي ما نقول معاك وادني خياده عندك ما تقولي معاه وعندهم يقول معاك وانت مالك شغلك صلاح كون راجل ما هضرش معاك البنت صح صافي قلتي جوج كلمات بدل ساعه اخرى راه تندم على هادشي اللي تقول فيه شكون غادي يندمني بالسلامه انت غاتندمني انا غاندمك انت غاتندمني انت غاتندمني حيد بعد منو سير بحالك سير تبعيه سير ديك مديلي ديني لي الملحه والناس سخون سير بقيت تحرز فيا حرز فيا سير الله يبكي عليك واحد الخدمه نقولها لك شبيها تلقى انا وياك بوحدنا هاد الدور على النهار اللي تجي فيه والله إذا نديرك صدوق تلوقيت بالله قنس ديال والو هيا عارفين ما كنتش عارف عندي بابا ارتيست اجي انت بعدا ياك خليتك غادي تنعس لا غير خرجت نشم شويه ديال الهواء صافي ما قلتلكش هذاك البرد كله اللي ضربك وانت كتصيد في البحر ايه البرد هذاك انا كنت الهواء الهواء ما كاين مشكل اجي تعشيتي بعدا استاذ عربي ريح الله كي داير بخير الحمد لله سي العربي القهوه ديالك بحال ديما لا جيب لي شي تي بحال ديال باك بالنعناع واخا الله يرضي عليك ايوا فين هو عدنان ما كانش تيجي معاك دقدقتي البارح هذيك الدوري دار معاك في البحر ما هاش مورا الراس ايوا الله يفهم الدرس بسم الله سي العربي اش من درس الدرس اللي بغيتيه يفهمو ويعينو بعينيه انا فاهمك يا استاذ العربي انت بغيتيه يشوف الناس اللي كتضرب تماره باش تجبد الريال عدنان مو فشاتو بزاف الفلوس عندهم قيمه كانوا كيجيو باردين اسمع سي العربي انا الولد طلعتو وديتو شفت معاه في الكلام ساعه تبارك الله حادق وبعقلو خاصو غير الروان وصلتي مع هذا المواصل كاع انا اللي باه ما فتحش لي قلب عدنان نوض اولدي نوض
باقي الحال بابا، راه قال لي الرئيس موحى ما نخرجوش للعشيه، ماريا كانت طالعه البارح. انت وليتي كتسمع في ماريا؟ ولا ضروري نتحرك شويه، نوض نديرو شويه ديال السبور. يلا تلقى راسك هاك. يلا انا كنتسناك برا سيري. شينوا ومن بعد كيدوزوا لمداغاشقر، كيحشيو واحد المشاو وكيصيفطوه لمداغاشقر وكيكتبوا هاد الكتبة. يعني انت ما غتعطيك التكييف حتى تسالي الكتبة. عدنان اجي 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 عدنان يا صاحبي، يهون عمرك غايين بزاف وقف وعندو انا وياك واحد الشوية. صلاح سرك شارب، ما عندي ما نقول لك، ما عندك ما تقول لي، ما عندك ما تقول لي، هاني ما نقول لك، انت ما عندك ما تقول لي، ولكن انا عندي ما نقول لك. واخا هضر عليك الساطة حليمة بزافة، غتقلب عليها غتعطيها اتساع، غتبدل السيستيم وغتعطيها اتساع. صلاح انا حر، اللي بغى يهضر معايا مرحبا به، واللي بغيت نهضر معاه غنهضر معاه. انت خو الحياني الله يرحمو انت، وقلت لك هذيك بنادمه عطيها اتساع جوج كلمات، ولا خسر انا وياك شد 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 شد، ولا خسر انا وياك فهمتي؟ قلت لك خسر انا وياك فهمتي؟ اييي شد 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 سبعت لك، قلت لك هذاك الشيء ديال محمد علي كلاي باك خلاص هذاك الشيء راسك تولونا حنا البوكس تفشطي. لا 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 ضربك والضحى الدرك حلا بلا بيه، هذه هي الصراحة. هاد الشوق كله في قلبك ومخبيه، راه ولدي بحال اللي هو ولدك، راه هو اللي عود لي على الحرمان ديال الابوه، وانا اللي كبرته. انا عمري ما اعتبرت عدنان ربيبي، خاصك تعرفي هادشي. داك الحرب وداك التمارة اللي كنت ندير ليكم بجوج، ما كنت غير باش نضمن ليكم حياة مرتاحة وسعيدة في حضوري ولا في غيابي. عارفة عندك قلب كبير، الله يخليك لينا ويطول في عمرك. شبيت ولا الكلاب؟ شاش تمك هاد المرة غنصوب لك طاز البلدي في وجهك، ما تبقاش تمك داك الوجه، ما تسماش انا وصال حابلاتي حابلاتي دابا كشي ولا الكلاب. شبيت اش كدير؟ اش واقع؟ ما كتقوليش اش كندير؟ مالو عاوتاني شنو دار؟ وانت سولي ولدك اللي داخل كيفرح عليا في البيبان. مالك اولدي شكون ضربك؟ اللي وقع وقع الوالده دابا، اللي وقع وقع. فينا هو ليسانس؟ اش بغيتي ليسانس؟ باغي نحرق راسي، باغي نحرق الدنيا، باغي نتهنى بنادم وتهنى مني. تعاد شي خمات المازوت راه ديال الفلوكه، حتى الفلوكه اش راه غير الفلوكه حنا كاع. وانا راني سير تبعو راه غادي يشعل العافيه في راسو. اش غايدير؟ غايشعل العافيه في راسو. قلت انا راضي عليه الا زاد حرق تمو معاه، سيري بعدي مني عطيو لك الثقه. اللي قال لنا زعما خلونا حتى نرقدوا. حليبة حليبة خرجي. صالح اش هاد الفوضى دارين في الدار؟ حليبة دابا اش دار فيها العافية؟ كي جات فيها العافية اش دار فيها العافية؟ سير عطينا باتساع
ساعتين ما تسعيش دابا جدرميه دابا حليمة دابا سيب حال دابا قلت لك سيب حال سيب حال سيب حال سيب حال سير كلم حليمة سيب حالك صالح سير كلم حليمة وقرنا صالح صالح دابا صاحبي هذيك ماتي ماتي جوج كلمات انا وياها والله يعاون لا انا يكره بس ما نخافوش سكتي انت انا ضامعك اجي انا ضامعك انا ضامعك انا ضامعك انا عارف نتفاهم مع هذا القص جوج كلمات شي هذا ويستانس هذا يستانس انت غادي تقول لك والله يدير حاجه شي كامل والله اجي انا ضامعك وسيره وهذا الشيء هذا انا وياه سيره ولا الوسيره ولا تقطيه ولا تحرق سير حرك انت ما غاديش عندك راه شرد داك الولد جيت تبكي على سبتنا ايوا سير جيب لي جلابتي نمشي نديكلاري ها هي صويح والله بقات فيك ثلاثه حيدي شتك شوف سير الى سكران توصل جدارمي غاتكرهاش انا ما سكرهاش انا ناوي على خزيت هاد الليله وكلمه ليها دانا وياها جوج كلمات دانا وياها سير فحك صالح ما غاديش جيب لي جلابتي راه لي جلابتي راه لي جلابتي السبيل ديالك حتى هو جيبو جلابتك شكي تهنزل نتايا سير دخل سير قنس ناقص عطيني على البطاطا والطلان الله يدير حاجه الدوار كامل بالله كولا صاحبي كولا من بعد ما صافي علاش تبقى سوا كتلعب كارطه هاك اش كتلعب كارطه خوك مظلوم مظلوم ما تلعب كارطه مالك عيشوا اليوم عيشوا عيشوا اليوم عيشوا ايتو مش اليوم زيد 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 شي واحد تعيط قبل وصل عبي وصل عبي وصل عبي مالك بنتي تقول لي مسخوت يا صالح هز لي صاصي مشى البحر وخايف عليه يدير شي مصيبه صالح عدنان عدنان اش يا ولدي جري شي شتي الزين ديالك حبيبك ظنك ظنك ولدمو هو باغي يغرقو بو في الحبس ولدي ما غاديش يدخل الحبس دابا كله غادي نعطي الاستاذ العربي غير يسمح لي حق ربي لا ضحكتي عليا وهي بعيده دابا كتعطي الاستاذ العربي انت شحال قدك ديال الذهب ملي تقاد الذهب ويدير شي مشكل اخر اش تبعيني انا ايطو خاصك تعرفي بلي لا انا ولا تي معاك ما عرفناش نربيو الدري خليني مخزني ربيه بكي بكي وزيدي بكي بكيهم دم الدري كان ناقصه ويخلي قدس مي لا ميور سي كو كان عنده هذاك قال له واش هذا البقر البيت تاعو ديالك قال لي الكحل قال لي تا هو ديالي انا كيسحب لي عندكم هي الحوت عندكم حتى البقر تبارك الله عليكم الله يبارك فيك الله يبارك فيك
ايوا فرانشمون شنو نقول لكم، الطويجن ديال الحوت كان في المستوى فلا بروميير فوا. تبارك الله عليكم كيت حوت من داكشي. سيف سيف هاي. ايوا ايوا عدنان، شنو قررتي؟ واش ولدي متاكد باغي تبقى هنا؟ الوليده ما تخافيش، لقيت ناس تيبغيوني هنا، وكثر من هادشي تنظن لقيت راسي، دونك جي ديسيدي غادي نجلس نعيش هنا. ولكن ما تخافيش غنجي نطلع عليك مره مره. واخا ولدي تهلا فراسك اللي بغيتي ولدي، تهلا فراسك. ها خومي خومي يا غنيم. اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا رسول الله.